مرحبا بكم في شبيه امني انا كاثرين وفي هذا الفيديو اعمل طريقه خليه النحل وهذا خبز ياخذ اسمه من الشكل الذي يشبه خليه النحل وتكون بينه الجبنه اليوم أه والمكونات التي نحتاج ثلاث كوب ونصف دقيق الخبز او دقيق ابيض عادي أه ماء للعجينه ربع كوب حليب دافئ اثنين ملاعق كبير زبده غير مسكر حوالي ثلث كوب زبدة أو ست ملاعق كبير زبدة بنفس درجة الغرفة أو مذوب شوية ممكن تبدل زيت الذي تحب يعني ملعقة صغيرة ملح بيضة اثنين ملاعق صغيرة خميرة كذلك ربع كوب سكر وكذلك الجبنة الكيري اثنين كراتين او ممكن تستخدم جبنة الفلادلفيا حسب الذي معك او ممكن تكون اكثر اكثر او اقل الكمية حسب الذوق اولا نضيف الخميرة الى حليب دافي لكي يذوب وثم نبدأ نضيف باقي مكونات العجينة يعني الملح والسكر والزبادي والزبدة والبيض والدقيق والماء والماء نظيف شويه شويه حتى تكون العجينه متماسكه واذا كان يحتاج اكثر او اقل ماء شوف المناسب اهم شيء الشكل تكون متماسكه وبعدين تعجنه لمده ربع ساعه تقريبا وثم نتركه في مكان دافي لكي تختمر العجينه حوالي لمده ساعه وبعدين نجهز السّحن بزيت أو بزبدة شوية، وثم نأخذ العجينة الذي اختمرت ونقسمه إلى ثلاث قطع، وبعدين نقسم كل قطعة مرة ثانية إلى اثنين لكي تكون ستة، وثم نقسمه مرة ثانية لكي تكون اثنا عشر، ثم أربعة وعشرين، وثم أخيراً ثمانية وأربعين. وبعدين ناخذ الجبنه جبنه الكيري نقسمه الى اربعه وبعدين ناخذ واحد من العجينه ونفتحه باليد ثم نضعه بينه الجبنه ونغله باليد ونكوره في شكل كره وانا بدأت وضعت يعني اوضعه في وسط الصينية استمر في هذا المعاملة حتى يكمل كل العجينة والان ذري تختمر هذه العجينة مرة ثانية شفت بين كل, ال... كل... كل كرة توجد فاصلة يعني مكان فاضي والان ستشوف تخلي العجينة لمدة ساعة او ساعة ونص حتى تختمر مرة ثانية وتكبر كل كرة وبعدين نأتي بحليب شوية ملعقة حليب ونرشه فوق فوق خلية النحل ونسكب فوقه حبة السمسم وحبة البركة والفرن الآن جاهز في 190 مياوية ضروري تطبخ الخبز داخله لمدة 20 دقيقة أو 25 دقيقة حوالي وفي نفس الوقت سأجهز الشيرة وأشيرة يحتاج إلى اثنين كوب سكر وواحد كوب ماء فوق الغاز يعني متوسط عالي لكي يفور لمدة خمسة أو عشرة دقائق تقريبا وبعدين تغلق الغاز وتضيف له العسل ملعقة عسل وملعقة ماء الزهر وثم عندما يخرج خلية النحل نسكب هذا السكر فوق فوق الخبز وه وهذا جاهز شكرا لمشاهدتكم في هذا الفيديو أنا كاثرين إذا تتمنى أكثر فيديوهات مثل هذا ممكن تزور القناة شي بيمر فوت وكذلك تزورني في الفيسبوك شكرا